يمكن أصبح في ظاهرة اليومين دول هي إن في كتير من الشباب والأطفال بقى عندهم هواية. الهواية دي هي ممارسة ألعاب الفيديو جيمز، وخاصة الألعاب اللي فيها مغامرة وغموض، والألعاب دي يمكن بقت كل يوم بتتطور وفيها حالة من حالات التطور والأبديت المتواصل يعني بشكل أكبر. تعالوا نتعرف على أبرز الألعاب الخاصة بالفيديو جيمز وتحديدا البوليسية اللي بيهتم بيها الشباب. العديد من الأطفال والشباب يحرصون على ممارسة ألعاب فيديو تحتوي على الغموض والمغامرة، وتكون تلك الألعاب ممتعة جداً ومليئة بالألغاز التي تتطلب التفكير وإيجاد الحلول وسط عالم خفيف الظل ويجذب الانتباه. ومن أهم تلك الألعاب لعبة شارلوك هولمز، وهي لعبة بوليسية تتيح للاعب أن يكون محققاً، ومن أفضل الألعاب التي تتطلب تشغيل العقل حيث يتعين على المحقق إيجاد المجرم. لعبة Return of the Opera Den، وهي عبارة عن سفينة كاملة بها حالات وفاة ويتطلب معرفة مرتكبي هذه الجريمة. لعبة Paradise Killer بها عبقرية كبيرة جداً، حيث تدور أحداثها حول اكتشاف من تسبب في مقتل المجلس الحاكم لجزيرة بأكملها، ويتم إرسالك للتحقيق في استكشاف الجزيرة بحرية تامة لجمع الأدلة المطلوبة ثم رفع القضية في المحكمة.